طب انا عايز اجي بقى احضر الحاجات دي يا دكتور اشرف. عايز اجي يا ده احنا شرف لينا، ده غير ان انا عايز انضم للاكاديميه. ده احنا شرف لينا ان انا خلصت دراسه وخلصت اجي اذاكر. منى بس في الاول عايزه تقول حاجه، اتفضلي يا منى. انا عايز اشكر الدكتور محمد، دكتور استاذ محمد الاباصيري، ده جندي مجهول معانا، كان يعني المعيد بتاعنا، وكان دايما طول الوقت بيساندنا وطول الوقت بيساعدنا بالليل بالنهار، يعني جندي مجهول. ده حقيقي، ده جندي مجهول والله. وعمرو عبد الله وجمال مدني، ده حقيقي، درويش واحمد درويش. استمتعوا بهذه الايام لانها ايام جميله جدا. المهرجان مهرجان مهم جدا، ان شاء الله هيبدا بكره ويبدا بعرض اسمه الرهان. وانا عايز اقول ان هذا العرض من وجهه نظري اعظم عرض قدم على خشبه المسرح المصري من 10 سنوات. ياه. بطوله اللي عملوه هم عملوه من 3 سنين بقوا نجوم دلوقتي. استاذ احمد الرفعي، احمد الرفعي وعابد عنان، وفي ايمان سنابيل معانا. وهيتعرض فين يا دكتور؟ في مسرح النقابه في شارع قصر عيني بكره وبعده الساعه 9 ان شاء الله. وكان نفسي يعرضوا 5 ايام بس هم الولاد عندهم مسلسلات لانهم ما شاء الله اتشهروا جدا جدا. فالمهرجان هيبدا ان شاء الله من بكره، وقاعد احنا عاملين 50 ليله مسرح ان شاء الله. كل كام يوم هنعرض مسرحيه مسرحيه مسرحيه. وبشكر الشركه المتحده لانها يعني راعيه لينا. بشكر تذكرتي برضو للمجهود العظيم اللي عملناه. اكيد هيجي لنا لقطات من المسرحيات طبعاً وهنعرضها، وعايزين نشجع الناس انها تروح تحضر هذا المهرجان. شباب عايزين تقولوا اي حاجه قبل ما نختم؟ انا حابب اشكر جدا جدا دكتور غاده جباره طبعا رئيسه الاكاديميه، ودكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحيه. شكرا جزيلا. كلمه اخيره سريعه، كلمة انا من برنامج اسمه كلمه اخيره. ايوه كلمه اخيره من كلام حضرتك اما اتكلمتي عن نجم مصر في الرياضه علي زين. حضرتك قلتي التقدير مهم جدا، اهم من الفلوس واهم من كل حاجه للمواهب الحقيقيه. وجودنا مع حضرتك النهارده جزء من تقدير دكتور اشرف زكي للمواهب طبعاً، وللشباب وللناس اللي بجد عايزه تعمل فن مختلف طبعا. وعشان كده اول فعلا ما قال لي الفكره رحبنا بيها جدا، لانه فعلا ده اهتمام لازم ان احنا نهتم بيه. انا هسيبك للاخر. بشكر دكتور اشرف ان ادانا فرصه زي اللي احنا فيها دلوقتي. احنا فرحانين جدا، انا فرحانه جدا. يعني اتشرفنا ان احنا قاعدين مع حضرتك. استنى خليك معايا شويه. انا عايز اتقدم بالشكر والتحيه والتقدير لمعالي الوزيره ايناس عبدام وزيره الثقافه، وعايز اقول لها دول ولادك، كلنا معاكي، كلنا ايدينا في ايد بعض من اجل ان يعود المسرح بقوه مره اخرى. الثقافه الجماهيريه عامله عروض متميزه، انا كلمت حضرتك عليها. لسه المهرجان خلصان، 3 عروض اللي كسبوا شيء مبهر. مبروك لمصر بولادها بشبابها. مصر فيها مسرح مهم، فيها نجوم مهمين، فيها نجوم مؤسسين اكاديميا وعلميا. بس مدوا ايدكم وافتحوا الابواب، وخلوا افتحوا المراكز الثقافيه في كل المحافظات، خلي الشباب يعرضوا، خلي في نفس مسرحي. يا جماعه المسرح هو الحياه، المسرح هو الحياه. مفيش فنان قدر يعمل بصمه في تاريخ الفن الا وكان في جزء مهم من حياته على المسرح.